كنت قاعد في امان الله شغال على اللاب شويه بالليل، افتكرت ان انا المفروض عندي سفر يومين ثلاثه. طبعا اي حد بيفكر في السفر هيجي في دماغه يجهز هدوم، يجهز الاكل، يجهز الحاجه بتاعته. انا جه في دماغي افكار تانية خالص، ما يلا بينا نشوفها مع بعض. مهما قلت مش هتتخيلوا البهدله اللي انا اتبهدلتها قد ايه. طبعا الفكره اللي جت في دماغي محتاجه شغل كتير ومحتاجه كذا جزء، وهنتكلم في كل التفاصيل دي في خلال الفيديو بإذن الله. أول حاجة الفكرة إن احنا هنطير كل العصافير داخل المزرعة طيران حر بدون سلكات، يعني مش هنقسم العصافير في سلكات أو في عيون، وهنطير كل العصافير طيران حر. دوت اضطرني إن انا هبدأ إن انا أأمن المزرعة الأول، لازم أأمن كل سلوك الكهرباء، وديت كانت أرخم حاجة وأكتر حاجة خدت مني وقت ومجهود، واضطريت ان انا ابدا بيها طبعا قبل ما الدنيا تظلم عشان اقدر يبقى عندي نور وانا شغال في المزرعه. تاني حاجه مضطر ان انا اطهر المزرعه بالكامل وانضف المزرعه بالكامل عشان العصافير هتطير في كل حته داخل المزرعه، فلازم المزرعه تبقى جاهزه. تالت حاجه هنبدا بعد كده ان احنا نظبط الاكل والشرب للعصافير، بحيث ان احنا يبقى عملنا تجربه الطيران الحر والعصافير بدات تاكل قدامي وشفت حركتها داخل المزرعه قبل ما اسافر. كل ده المفروض ان انا اعمله النهاردة علشان اقدر ان انا الحق اخلص كل اللي ورايا، واطمن كمان عملي على العصافير ان الدنيا تمام وانهم بيتحركوا بصورة طبيعية داخل المزرعة، وانهم بيطيروا وبيروحوا وبيجوا على الاكل وعرفوا مكان الاكل ومكان المية اللي احنا لسه هنجهزه للعصافير، لحد ما نرجع بقى نبدأ نشتغل في تفاصيل اكتر ونبدأ نجهز لهم مكان يقفوا عليه ويطيروا ويرجعوا عليه ويبقوا خلاص عارفين ازاي هما هيبقى ده المكان اللي هيقفوا عليه كمكان ثابت. هنسيب طبعا السلاكة اللي فيها الفروخ اللي انتوا سامعين صوتها دي، فيها زوج شغال وزوج بيحضر لعش، زوج اول شغل اللي هو الزوج الهدية بيحضر لعش، والزوج اللي شغال اللي معاه فروخ دول هنسيبهم في السلاكة بتاعتهم، وهنبدأ نطير بقية الفروخ سواء ذكور او اناث، وهنطير كمان الازواج الشغالة سواء ذكور او اناث، كل ده هيطير داخل المزرعة. هبدأ كمان ان انا امن الباب ورايا بحيث ان الباب ما يتفتحش باي طريقة من الطرق، لو طفل او حد حاول انه يفتح الباب الباب ما يتفتحش، ويبقى متأمن كويس جدا ان هو لازم انا اللي افتحه بنفسي. اللي احنا هنعمله اول حاجة في الكهرباء، الكهرباء زي ما انتوا شايفين سلوك وشكرتون ومفكات وسكاكين وقصافة ومقص وشغل كتير جدا علشان اوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الشكل ده خد مجهود كبير وخد وقت وخد مني شغل. الشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هيتعلق في المزرعة بعد ما انا حدثت كل الكهرباء اللي كانت موجودة داخل المزرعة. طبعا كان لازم اعمل كده، وليه لازم ان انا اعمل كده؟ علشان ما يبقاش فيه اي سلوك بين العصافير بحيث ان العصافير تنقر فيها ويحصل مشكلة في الكهرباء. كمان كان لازم اداري كل الدويان عشان الدوايا ما تبقاش سخنة على العصافير، او العصافير تلمس السلك اللي واصل في الدوايا من فوق. فبدأت ان انا اشتغل بالفكرة البسيطة دي، قصيت ازايز، بدأت ان انا اغطي بيها الدويان، وغلفت كل السلوك زي ما انتوا شايفين كده بخراطيم، بحيث ان انا ابقى مطمن ان العصافير مهما طارت وتحركت هتبقى كمان بعيدة تماما عن الكهرباء. وكمان زودت هنا لمبة اهو زي ما انتوا شايفين، اللمبة دي هتبقى نور ثابت داخل المزرعة، سواء انا عملتها كاضاءة ليلية وحطيت لمبة صغيرة، او عملتها كاضاءة كبيرة اشغلها بالنهار هتبقى معايا كده وكده. وبرضو عملت نفس الفكرة في الاضاءة الليلية، غلفتها بخراطيم، وكمان بدأت ان انا اغطيها بازازة او جزء من الازازة. طبعا كل ده خد مجهود من اول قص الازايز ومقاس السلوك ومقاس الخراطيم الاطوال بتاعتها، وازاي ان انا قدرت اقسمها وبعد كده اجمع كل دوت واعديه من الغطيان بتاعت الازايز واوصل الدويان، بحيث ان كل دوت في الاخر يدينا الشكل اللي انتوا شفتوه. هتلاقوا صور توضيحية لكل مرحلة من مراحل شغل الكهرباء، بس علشان خاطري لو حضرتك مش متمكن في الكهرباء او لسه سنك صغير بلاش ان انت تعمل الشغل ده بنفسك علشان ما تخاطرش او يحصل اي مشكلة ليك، او لا قدر الله تتأذى من الكهرباء، هات حد متخصص احسن يعمل لك شوية الشغل دول
هما مش هيكلفوك كتير، شويه سلوك وشكرتون وشويه خراطيم، وانا كان عندي الخراطيم وعندي الدويان وعندي السلوك، هي بس تجميعه الفكره هي دي اللي بتاخد وقت ومجهود. كده خلصنا اول مرحله اللي هي الكهرباء، اوصل الكهرباء، وهبدا ان انا اوريكم الكهرباء ديت لما تتركب في المزرعه، قبل ما نبدا ان احنا نطهر المزرعه، وبعد كده نجهز الاكل والشرب للعصافير، وبعد كده نطير العصافير طيران حر النهارده كتدريب عملي قدام عينيا، علشان اطمن ان انا لما اسيب العصافير في التجربه الجديده ديت اللي احنا هنعملها مع بعض ابقى مطمن عليهم وانا مسافر. دي كده الاضاءه الليليه بعد لما امنناها بالخرطوم زي ما حضراتكم شايفين، ودي الاضاءه اللي هتبقى داخله المزرعه. لسه هنعلق الاضاءه دي دلوقتي، انا كنت عايز اصورها لكم بس. طبعا انا عملت الزرار ده يتحكم في كل الاضاءه، بحيث ان كل الاضاءه اللي داخل المزرعه تبقى دي اللمبه الثابته بس، وبقيه الاضاءه انا اتحكم فيها من خلال الزرار ده. هنا انا مجمع الوصله اللي جايه من بره، وديت اللمبه الثابته، وديت الوصله اللي داخله على المزرعه اللي هيبقى متحكمه في كل الاضاءه اللي داخل المزرعه. طبعا انا مامن الخرطوم لحد المكان اللي داخل منه داخل المزرعه، بحيث ان ما يبقاش فيه اي خطر على العصافير. لو جينا نولع الاضاءه اللي داخل المزرعه هتلاقوا كده الاضاءه زي ما حضراتكم شايفين، اهي شايفين دي الاضاءه، لسه هنعلقها دلوقتي فوق. دي الادوات اللي انا كنت شغال بيها، تمام. وطبعا لسه هنشتغل بقى دلوقتي هننظف المزرعه بالكامل. ده الخرطوم اللي انا كنت شغال بيه، اللي انا غلفت بيه كل السلوك، تمام. وطبعا انا ما احتجتش الشكرتون غير في ان انا الزق الخراطيم، لكن كل الوصلات ثابته في الدويان نفسها، يعني اي وصله الوصله ثابته في الدويان نفسها زي ما واضح معاكم كده، بحيث ان انا ما اخليش في اي خطر على العصافير نهائي. وطبعا شكرا لانس اللي بيساعدنا في التصوير. كده الحمد لله انا علقت الاضاءه، كده مفيش اي سلك باين نهائي، يعني استغليت كل حاجة اقدر استخدمها بحيث ان انا اثبت الخراطيم واثبت اللمبات. ثبتت هنا هو بسلك رباط، وكمان ثبتت الافيز، قفزت الخراطيم كلها في الماسورة بحيث ان كده يبقى السلك امان، مفيش اي سلك ظاهر للعصافير. طبعا الدوايا الخزف دي مهمة جدا يا جماعة، لان الدوايا الخزف ديت امان ما بتسخنش، فحتى لو اللمبة الليد بتسخن الدواية هتبقى امان معاك لو فضلت منور النور فترة طويلة. هنا برضو نفس الحكاية، انا امنت الدواية اهي، تمام، والسلك مش ظاهر نهائي، السلك جوه الازازة، تمام. وقفلت على الخراطيم من ناحيتين بافيز وبسلك رباط، تمام، افيز بلاستيك صغير اهو، تمام. كده الدنيا ان شاء الله تبقى امان معايا باذن الله، حتى الخراطيم اللي نازلة كلها امنتها لحد المفتاح. كده احنا لو فتحنا بقى تلاقي النور كله اشتغل اهو معانا، تمام. كده النور في المزرعة كله شغال ما شاء الله، اقدر ان انا اتحكم فيه بمنتهى السهولة. ممكن برضو نستخدم الدواية دي، الدواية دي امان بحيث ان السلك بيبقى مربوط من جوه الدواية، فما فيش اي سلك يوصل للعصافير او العصافير تقدر توصل له، وتبقى الدنيا امان ان شاء الله. بس الدواية دي من بره بلاستيك، لكن هي برضو من جوه خزف ومعدن، لكن من بره بلاستيك فبتسخن شوية، تمام. دي انا محتاجتش ان انا احط لها زي دول كده زي الخزف، لان الخزف بتتربط من فوق فبيبقى السلك بتاعها اللي موصل الكهرباء باين من فوق، لكن دي امان ان شاء الله، تمام. دي ميزتها ان هي السلك مش مكشوف، ودي ميزتها ان هي ما بتسخنش. فانا طبعا استخدمت دي لان انا يهمني ان السلك ما يسخنش، وانا خلاص بالفكرة البسيطة ديت قدرت ان انا اعزل كل السلوك وابعد السلك تماما عن اي منطقة العصافير تقدر توصل لها. كده نكون خلصنا اول مهمة النهاردة ان شاء الله، وهي تأمين نظام الاضاءة بالكامل داخل المزرعة. تاني مهمة معانا، وهي هنبدأ بقى نعمل نظافة في المزرعة الاول، وبعد كده هنطهر المزرعة بالكامل، وده ان شاء الله هيبقى الفيديو الجاي. انتظروا الفيديو الجاي. كل الناس اللي سألتني على النمل، على الهموش، على العنكبوت، على اي حشرات موجودة في المزرعة، ازاي ان احنا نطهر المزرعة بالكامل، كل دوت هنتعلمه مع بعض في الفيديو الجاي. فالفيديو ده هيبقى مهم جدا لناس كتير ان شاء الله. بس الواحد بس يظبط هدومه كده وياكل لقمة ونصلي، ونبدأ نخش على الفيديو الجديد بإذن الله. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنة،
والسلام عليكم ورحمة الله.